اسالك سؤال هذا. الساعه 3 الصبح ولد زي هذا، خليني اكمل، ولد زي هذا الساعه 3 الصبح وين بده يكون؟ في الوقت المصري. طيب ماشي، كل ده هي مش منطق صوري عشان كله للقاضي. طيب تصور عادي، تصور تصور للقاضي شو بده عادي. طيب هي رامي الكاتين، اخذته رامي الكاتين بدي اشوف هويته بس. بس مش منطق تيجي. طيب مش منطق. طيب حتى لو مش منطق تصور كيف بدها عادي. خطاب لو حالكم فضيله بتيجي كل يوم. مش منطق. لا احنا كل يوم حسب الضابط الساعه 3 الصبح بتيجي يا زلمه بتزعج. ما انت بترعبه للولد. لا ما برعبش حدا. لا انت بترعبه. ما برعبش حدا. انت بترعبه بخيتك. هات الكشام. لا لا هات الكشام. الصبح تجوش. طيب الصبح تجيش كله هي الاوراق كله. الاسفراب السجن. الاسفراب السجن بتخلص الساعة 9 مظبوط. مش الساعة 3. يوم مش هني. لا مش هني. مش منطق هذا. نرجع على الأربعة إن شاء الله ما تيجي. الطبخ نازل درجات بتحكي.